لنا إمام في الصلاة لا نعيب عليه شيئا وهو أقرأنا، لكن إذا قرأ في سورة الفاتحة كلمة الصراط قرأها بالتاء بدلا من الطاء ويسبقه في ذلك لسانه رغم تنبيهنا عليه. كذلك يقع في بعض الأخطاء، فمثلا ولا الضالين ينطقها بدون تشديد الضاد وشيء من هذه الكلمات، فهل يؤثر ذلك على صلاته وصلاتنا خلفه؟ إن كان يستطيع إصلاح ذلك وتعديل هذا النقص فإنه يجب عليه ذلك، ولا تصح صلاته إلا بتعديله، ولا تصح الصلاة خلفه في هذه الحالة، لأنه مقصر. والفاتحة يجب أن تقرأ على الوجه الصحيح بكامل حروفها وكامل تشديداتها وحركاتها وكامل آياتها، تقرأ على الوجه الصحيح مهما أمكن. من كان يمكنه أن يعدل قراءته فإنه لا يجوز له أن يصلي على هذه الحالة، ولا يجوز أن يكون إماما. أما من كان لا يستطيع لأن فيه لثقة في لسانه ولا يستطيع أكثر من ذلك ولو تعلم، فإن هذا لا يتعدل، فإنها تصح صلاته لنفسه ويصح أن يصلي بمن هو مثله. أما من ليس مثله من الأصحاء فلا يجوز أن يكون إماما لهم. نعم، بارك الله فيك.